السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم اخواتي اخواني، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في الحلقه غادي نشارك معكم وصفه لتطويل الشعر بسرعه. هذه الوصفه هذه بالنسبه لاخواتي الشعر ديالهم ما كيطوالش، كتوقي حتى من تساقط الشعر، مزيانه بزاف عاوتاني الشعر المجعد وجميع انواع الشعر، كترطب الشعر ديالك وكيولي قوي وكثيف. قبل ما نتكلم لكم على هذه الوصفه ديال اليوم، كنتمنى من الناس اللي كتبوا قناتي وصفات المينا لاول مره، كنتمنى منهم يشاركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. بالنسبه للمكونات غادي نحتاج الروز، اي نوع من الروز متوفر عندك يمكن لك تستعمليه، هذا هو الشكل ديالو. غادي نحتاجو في المكون ثاني اكليل الجبل، وصافي غادي نحتاجو الماء. بالنسبه لطريقه التحضير، غادي تاخدي من جوج حتى ثلاثه المعالق كبار من الروز، غادي تغسليه من مره حتى جوج المرات صافي، باش ما يفقدش دوك الفوائد ديالو الضيق ديالو، وباش نحيدو منه الشوائب ولا كان شي مبيدات حشريه. وغادي نضيفو عليه اكليل الجبل واحد الكميه قليله، مثلا الا استعملتي هذا اكليل الجبل كان عندك طازج غادي تستعملي منه واحد العريش واحد، ولا كان بحال هذا الشكل مجفف غادي تستعملي منه واحد معلقه تكون متوسطه، وغادي تصبي عليه الماء. غادي تكوني غليتيه من قبل هذا الماء هذا، وغادي تخلي حتى يدفع، عاد غادي ديريه مع الروز واكليل الجبل وصافي. غادي نسدو القرعه، المهم القرعه اللي خاصكم تستعملوا تكون ديال الزاج ولا برطمان زجاجي يكون نقي وصافي. غادي تسدي القرعه ديالك مزيان باش ما يدخلش ليها الهواء، وغادي تخليها لمده يوم حتى ليومين، عاد غادي تستعملي هذا الماء هذا ديال الروز. ولكن ضروري خاصك هذا الماء ديال الروز ولا هذه الوصفه هذه تديريها في الثلاجه، وغادي تخليها من المده ديال يوم حتى ليومين، عاد غادي تستعملي الماء ديال الروز وكيل الجبل وصافي اختي. من بعد ما غادي تدوز هذه المده ديال تقريبا، المهم على حساب اللي بغيتي، بغيتي تخليه مده 24 ساعه ممكن، بغيتي تخليه حتى دوز يومين ممكن. المهم اللي غادي تدوز المده ديال 24 ساعه، غادي تصفي هذا الماء ديال الروز من الروز، وغادي تحتفظي غير بالماء ديال الروز فقط وصافي. غادي ديريه في بخاخ وغادي تستعمليه حيت صافي ولا جاهز للاستعمال باش ديريه على الشعر ديالك. غادي ترشي الشعر ديالك مزيان تقريبا المده ديال ربع ساعه باش يتشبع الشعر ديالك بالماء ديال الروز، وغادي تعملي مساج لفروه الراس مع التدليك. ومن بعد غادي تغطي الشعر ديالك بكيس بلاستيكي وتخليه نصف ساعه، من بعد غادي تغسلي شعرك بالماء والشامبو. هذه الوصفه دي غادي تتبعها جوج مرات في الاسبوع. كاين واحد الطريقه ثانيه حتى هي سهله بزاف فاش غادي تستعملوا الماء ديال الروز للشعر ديالكم. بالنسبه للطريقه الثانيه، غادي تاخدي نصف كاس من الروز، غادي تغسليه مزيان، غادي ديريه في واحد القرعه ديال الزاج تكون نقيه ولا برطمان كما قلت لكم، غادي تضيفي عليه جوج كيسان من الماء، وغادي تغلقيه مزيان وتحتفظي به الثلاجة تخليه حتى يتخمر غير المدة ديال 12 ساعة. من بعد مرور هاد المدة، غادي تصفي هاد الماء من الروز وغادي تديريه في بخاخ، وغادي ترشيه على الشعر ديالك. بالنسبة لطريقة الاستعمال، غادي ترشيه على الشعر ديالك وغادي تعملي مساج بالأطراف ديال الأصابع ديالك وتخليه المدة ديال 20 دقيقة صافي. من بعد مرور هاد المدة، غادي توصلي الشعر ديالك. المهم غادي تكوني نتيا ملي خليتي هاد الوصفة لمدة 20 دقيقة على الشعر ديالك، غادي تغطيه ببلاستيك ولا قبعة بلاستيكية ضروري وصافي. ملي تكوني كترشي فيه تاني، غادي تعملي مساج بالأطراف ديال الأصابع ديالك. بعد مرور هاد المدة، غادي تغسلي الشعر ديالك بالماء والشامبو. هاد الوصفة هادي تاهي تبعوها من مرة حتى جوج مرات في الأسبوع، ولي ما عندهاش الوقت ممكن تدير هاد الوصفة غير مرة حتى جوج مرات في الشهر، والشعر ديالكم غادي يولي رطب وقوي وطويل. المهم اي وصفه بغيتو تستعملوها الشعر ديالكم، من الاحسن تديروها في برطمان ولا قرعه ديال الزاج ضروري. وفي كل مره غادي تستعملي الوصفه ملي تبغي تستعمليها، استعملتي منها وبقى منها واحد شوي، غادي ترجعيها للثلاجه تحتفظي بها في الثلاجه. والماء ديال الروز مزيان بزاف لجميع انواع الشعر، ومزيان بزاف لتساقط الشعر. وبالنسبه للشعر ديالهم جاف ومجعد وخافوا هذه الوصفه تزيد تنشف لهم الشعر ديالهم، غادي ديروه معلقه صغيره من زيت الزيتون ولا زيت ديال الجوجوبا ولا زيت ديال جوز الهند وصافي. غادي ترجلي البخاخ ديالك مزيان، غادي تضيفي هذا الزيت هذا من بعد ما يكون الماء ديال الروز مصفى وجاهز للاستعمال. كيف ما شفتوا معايا اخواتي اخواني، كانت هذه الوصفه ديال اليوم، الوصفه ديال الشعر بالنسبه لاخواتي الشعر ديالهم، ما بقاش طوال اليوم متاسف. كنتمنى هذه الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكنتمنى منكم تجربوها وتردوا عليا في قناه التعليقات باش تعم الفائده. وبالنسبه لاخواتي والاخوان اللي مازال ما شاركوش، كنتمنى منهم يشاركوا الى حلقه اخرى والى اللقاء.